الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على البركة والتوفيق ينطلق هذا الشوط الثاني في مجموع الأشواط، الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا المهجنات لأبناء القبائل. شاهدنا الشوط الأول مع الزميل نايف بن سعود البلوي، له جزيل الشكر. وشاهدنا من حاف التهنئة للسيد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري على النقطة الأولى في هذا الصباح، بينما مباشرة هنالك مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع هذه القوة علي بن مصبح بن ساري الكتبي، هو من يحلق في أول الأمتار بقيادة هذا الشوط المميز. هنالك أيضا من تتحمل هذه السيطرة القوية، بينما ثاني المراكز المركز الثاني هنالك ايضا وصول قوي وابداع واثارة من هذا الاسم الكبير. هنا النجمية للسيد سحمي بن سعيد بن فلاح الاحبابي، ولكن التدخل القوي من قبل الغزيل حمد بن محمد السندوانة المري، ما شاء الله، هنا على المركز الثاني. بينما يأتي دور المركز الثاني يفصلنا عن الإثارة أحد الأسماء الملاحقة، هنا أيضا اسم قادم بكل قوة هنالك على الصدارة الثانية. الله الله يا العاصمة، حمد بن فالح بن حمد النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث الفاتنة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعد الكيلو، اعود واكتفي، اعود الى الصدارة الاولى، اعود الى القوة. الله يا سعد، الله يا سعد. ونايف بيقول لك ابدعت، ابدعت، وتهانينا والناموس لاهالي قطر. هنالك الابداع مع قوت التحدي، ها الله 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 يا قوت في الصدارة الأولى، مبدعك سعد العتيبي في الإبداع في القمة والإبداع. فهنالك المركز الثاني القادمة بكل قوة الفاتنة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، ولكن المركز الثالث هنالك أيضا وصول من محمد بن سلطان بن مرهان، وكذلك العاصمة حمد بن فالح بن حمد النعيمي. أكتفي بهذا القدر وأعود إلى قوت، أعود إلى الإبداع، أعود إلى التحية، أعود إلى الناموس، الناموس على هذه الإثارة، على هذه القوة، على هذه الإثارة. الحذر الحذر من الفاتنة ناصر بن عبيد من يزرب العامري، ولكن الناموس قطري. سلام قطري سلام، من ها هنا، من ها هنا لك يا أبو سعد، ناموس يا أبو سعد على هذا الفوز المستحق، والناموس قطري. السلام شحاني، سلام سلام عليكم. ولكن الفاتنة قادمة على المركز الثاني، ولكن خلاص غادرت بالناموس. التحية الكبيرة لأبو سعد متلع بمسلي العتيبي على فوز قوت بالمركز الأول. المركز الثاني الفاتنة ناصر بن عبيد بن يزرب. المركز الثالث أيها الأخوة راهية لسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. المركز الرابع نجود لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. المركز الخامس الوصول من قبل الشهنية حمد بن عويض بن سهيل الخيلي. هكذا قوت، هكذا التحدي، هكذا الإثارة. التهنية كذلك لزميلنا المتميز والمبدع سعد بن متلع على فوز قوت بالمركز الأول. لحظات الإعادة، لحظات التوقيت، لحظات الإثارة، التوقيت الزمني الذي رافقها في هذه الرحلة 13 دقيقة 8 ثواني وأربعة أجزاء، أفضل من الشوط الذي سبقها بقليل. التهاني والناموس لمتلع بمسلي عتيبي على فوز قوت. المركز الثاني قدمت عرض ممتاز تشكر عليه، اللي هي الفاتن ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، توقيتها 13 دقيقة 9 ثواني وثلاثة أجزاء، بينما المركز الثالث